السلام عليكم الناس الكل، جيسبر كو فوز علي بيان. معكم ديزاد جيمر، واليوم رانا مع لو تيست طومب رايدر. مانيش راح نطول عليكم بزاف، ديريكت نروحو للجو ونتلاقاو جيست ابري لانترو سينيماتيك. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Wow. D'une façon ou d'une autre, le babour qui était fait Lara, il غرق. Ou d'une seule coup, Lara تلقى روحها تحت الارض كما رانا نشوفو. Bon, دخلت تبين لنا واش كان واش راح يكون في الجو هذا، parce que هي Tomb Raider c'est un jeu aventure. Mais هذه المرة le genre c'est تبدل شوية الجانر تاعها، ولات شغل سيرفايفل شوية مش كما عرفناها في تومب رايدر القدم، سيرتو في بلاي ستيشن او تومب رايدر الاولى. بور موا انا لعبت. واو اي 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 لارا علي 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 وي
كما قلت لكم اللي هي اول طومب رايدر لعبتها كانت في البلاي ستيشن 1، وكانت بالنسبه لي انا ميير جو في ذاك الوقت. ومن بعد كما نعرفوا جات شحال من طومب رايدر، يبان لي 5 ولا 6. المهم انا لعبت طومب رايدر الان بلاي ستيشن 1 وطومب رايدر اندر وورد في بي سي. ما عنديش ما لعبتش بزاف لو ان، مي اندر وورد قفلتها. من المره هذه تبان طومب رايدر حاجه اخرى. بيان سور لو جو ديفلوبي بار سكوير انكس، استوديو كريستال دينامكس. وي يلا هيا مر لو تورش كيما رانا نشوفو توجور لازم نشعلو سيرتو البداية تاع الجو بالأ بالأو. هنايا الفو واحد لازم نشعلو هادوما باش نخليو الطريق ونفوتو. الجو راهي ديسبونيبل من لو 15 مارس. واو هيا 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 واو. منين خرج هذا؟ منين جا؟ كيما قلت لكم لو جو راهي ديسبونيبل من لو 15 مارس في بي سي بي اس 3 والاكس بوكس 360. كاين كونتني تيليشارجابل، كونتني اديسيونال في الاكس بوكس 360 اللي يخدموا اللايف جماعة تاع الاكس بوكس 360. كاين ان كونتني اكسكلوزيف بور الاكس بوكس 360 كنا شفناه في الاطر والاخر. بون جو بي اس 3 بي سي والاكس بوكس سي لو ميم تقريبا. في جو فيديو بان فردو لي ميم نوت وشي توجور. كاين بي سي سيرتو مع جينيراسيون دي تاع بي اس 3 و الاكس بوكس 360 كاين شويه سوبيريوريتي للبي سي باسكو كيما نعرفوا لي كارت جرافيك و ليفوليسيون كي دارو راح يلحقوا لي كونسول شويه في مع البي اس 4 و الاكس بوكس 3. توجور هنا نانيميو التورش باش نشعلوا النار. بيان سور بدي اسيكم سيكم تورينا واش راح يكون تقريبا في الجو. تعطيك البديه لي برينسيپ تاع الجو هذه واش راح يكون فيها واش راح كيفاش راح نلعبوا الطرق اللي نعتمدوا عليها لي تكنيك. مي كلش مع لي نيفو مع النيفو 1 2 3 سي بون واحد يخرج على الجو. مي الجو صعيبه في لي كونترول تاعها يعني انا نلعب في الجو بي سي ماهيش صعيبه بزاف. بيان سور طومب رايدر المره هذه راهي كارد على انشارتد كارد ديريكت لانشارتد 3 باسكو كيما نعرفوا انشارتد 3 دارت حاله العام اللي فات. انشارتد 3 دريكس ديسبشن دارت حاله كانت جو هايله وكان لازم على سكوير انكس يعاودوا يخدموا جو اللي تعاود ترد اللي تعاود ترجع السمعه تاع طومب رايدر كيما نعرفوا باسكو شغل بي اس والفيفا كاينه توجور كونكورونس بين هذوما زوج جو طومب رايدر وانشارتد. كنا شفنا انشارتد راهي من انشارتد 2 بور مو انشارتد 2 سي لو ميير انشارتد. ما لعبتهاش مي عندي فكره عليها جو هايله اللي عنده بي اس 3 فو با يراتي الجو هذي. توجور جونر هذا مليح جونر ادفونتير هايل كما رانا نشوفو هنا. لارا تحاول تخرج من الغار اللي راهي فيه ولا من مش عارف من تحت الارض. واو سوفرات فريمون. وي
هيا هيا تشو مرة أخرى هيا 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 هالي 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 لارا هالي لارا هيا 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 بنجي كنترول سهل مش حاجه صعيبه نبقى غير نروحوا جوج دروات باش طلعوا وشي مع مره مع مره كي يهبطوا كي يهبط الحجر ولا ليفيتيو توجور نروحوا لجهه واحده ما نروحوش ل ما نقولش نروحوا جوج دروات باسكو تعاود تهبط ايوي فوالا هكا تقريبا كنا شفنا واش راح يكون بجو باسكو المرة هذيك كما قلت لكم طوم برايدر راح تكون تقريبا جونر سيرفايفل ادفونتير وهذي شوية راح تعاود ترجع شوية طوم برايدر كما عرفناها بون اللي جانا انا هذا واش هذا كان تقريبا ليفل 1 تاع طوم برايدر حبيت برك حبيت نتستي الجو نشوفوها مع بعض ان شاء الله يعجبكم الفيديو و يعجبكم ديما جام بارطاجيو الفيديو ابونيو فلاشين تاعنا نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله وقع ليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وسلام.